جدكم بهيبة ملك شبه الجزيرة من شموخ العز وبوقفة قيادي خلت الجمهور في رهبة وحيرة فارس هو اللي يبي مريك غاد الجمال اليوسفي منها خديرة هذه اللي غير عن كل العبادي اتركوها للمقامات الكبيرة ترفع سيوف التحدي لا لعادي ترفع سيوف التحدي لا لعادي صفوا العرض أهلها ومشوا مسيرة ارفعوا ويليا قبلت كل ليادي اتركوها للمنصات الكبيرة ترفع سيوف التحدي لا لعادي جاتكم بهيبة ملك شبه الجزيرة من شموخ العز وبوقفة قيادي مرحبا وسط المنصة يا الأميرة جاتكم اللي فارق بزين انفرادي جاتكم اللي فارق بزين انفرادي تاخذه بنت الشيوخ بلا ذخيرة من هي اللي بعدها تقدر تعادي خلت الجمهور في رهبة وحيرة فارس هو اللي يبي مريك غاد الجمال اليوسفي منها خديرة هدية اللي غير عن كل العبادي العيون النجل والنظرة الشطيرة والخصر ضامر ويبرد في الهجادي والخصر ضامر ويبرد في الهجادي الردوف تميل والخطوة قصيرة كل شيء فيك بالحسن امتمادي ما تطال الورد لا طبعا وسيرة بل اسم وزين والوصف الحيادي صفوا العرض لها وامشوا مسيرة ارفعوا واللي اقبلت كل ليادي اتركوها للمنصات الكبيرة ترفع سيوف التحدي لا لعادي ترفع سيوف التحدي لا لعادي صفوا العرض لها وامشوا مسيرة ارفعوا واللي اقبلت كل ليادي اتركوها للمنصات الكبيرة ترفع سيوف التحدي لا لعادي جاتكم بهيبة ملك شبه الجزيرة من شموخ العز وبوقفة قيادي مرحبا وسط المنصة يا الأميرة جاتكم اللي فارق بزين انفرادي جاتكم اللي فارق بزين انفرادي تاخذه بنت الشيوخ بلا ذخيرة من هي اللي بعدها تقدر تعادي خلت الجمهور في رهبة وحيرة فارس هو اللي يبي مريك غاد الجمال اليوسفي منها خديرة هدية اللي غير عن كل العبادي العيون النجل والنظرة الشطيرة والخصر ضامر ويبرد في الهجادي والخصر ضامر ويبرد في الهجادي الردوف تميل والخطوة قصيرة كل شيء فيك بالحسن امتمادي ما تطال الورد لا طبعا وسيرة بل اسم وزين والوصف الحيادي صفوا العرض لها وامشوا مسيرة ارفعوا واللي اقبلت كل ليادي اتركوها للمنصات الكبيرة ترفع سيوف التحدي لا لعادي ترفع سيوف التحدي لا لعادي